السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال يا شيخنا. تفضل. دلوقتي أنا كنت بصلي مع إخواتي صلاة الظهر في البيت، كنا جماعة يعني حوالي الساعة 5 وأمي معانا. المهم صليت وأنا كنت الإمام ونسيت التشهد الأوسط، وقمنا من بعد الصلاة ومحدش ذكرني، والموضوع ده عدى عليه أكتر من يوم. صلاة صحيحة وما نسجد السهو بعدها ولا أي حاجة؟ تسجد سهو لكن أنت لم تسجد، نسيت أن تسجد. صلاة صحيحة.